جزء مواصفات فكرة المشروع وإيه هو المشروع وعلينا إزاي نوفر يعني عملية تنمية الموارد لأي مشروع عايزين نبتديه. وكمان اتكلمنا عن تحديد الاحتياجات عن طريق أداة الاستبيان وأداة مجموعات النقاش البؤرية، واتكلمنا عن مواصفات كل أداة وآلية العمل من خلال كل أداة. طبعا اتكلمنا بعديها على دورة النظم المالية والإدارية والفنية داخل المؤسسات، وخصوصا المؤسسات الخيرية، أو اتكلمنا عن ماهية المشروع ووظائف الإدارة ودورة حياة المشروع. وهنا دورة حياة المشروع مشكلة بشكل تاني عن طريق التحديد والتصميم والإعداد ثم التخطيط ثم التنفيذ، وإن عملية التخطيط والتنفيذ بتعود من إلى، يعني وارد إن إحنا بنخطط لنشاط وبننفذه، فبيبقى فيه مجموعة من الملاحظات اللي بنرجع نخطط لها علشان نتلاشاها وهكذا. فعملية التخطيط يعني بنقول عليها إن هي ملاصقة أو مقاربة لعملية المتابعة، زي ما المتابعة بتحصل بشكل دائم، كمان عملية التخطيط لتنفيذ أنشطة المشروع بتحصل نهاية المشروع. طيب، فكان احنا اتكلمنا على ان في نوعين من الإدارة، إدارة دكتورة الأروى، الصوت مغلق من عندك. دكتورة أروى، ألو، أنا كل ده بتكلم. دكتورة كان الصوت مغلق من عندك. طيب خلينا نتكلم عن، هنبتدي من دورة حياة المشروع. اتكلمنا إن دورة حياة المشروع بتبدأ بالتحديد وتصميم المشروع، إعداد المشروع ككل، ثم عملية التخطيط، ثم عملية التنفيذ. عملية التخطيط مقاربة لعملية المتابعة والمراقبة، لأن زي ما المتابعة والمراقبة عملية دورية ودائمة طول مدة النشاط أو المبادرة أو المشروع، أيضا عملية التخطيط للأنشطة هي عملية دائمة. بمعنى إن لو أنا النهاردة خططت لنشاط ما ونفذته، فوجد أو يعني حدث بعض الملاحظات على هذا النشاط، فبالتالي برجع أعيد عملية التخطيط لتلافي وتلاشي هذه الملاحظات وهكذا. ثم عملية نهاية المشروع وانتقاله، يا إما انتقاله لنفس الأنشطة، إن أنا بنتقل للإكستنشن أو لامتداد نفس الأنشطة، أو إن بينتقل المشروع ل يعني بنبتدي مشروع آخر بأنشطة أخرى، حاجة اسمها أنشطة أدفانسد يعني، أو أنشطة متقدمة ممكن تكون في نفس المجال. يعني لو إحنا بنتكلم على مشروع تعليمي بنتكلم عن تطوير البنية التحتية للمدارس، فهذا المشروع ليه مدة تم انتهاء هذه المدة وانتقال هذا المشروع، فممكن نبدأ مشروع آخر في نفس مجال المشروع الأولاني اللي هو مجال التعليم، بس مثلا نهتم بطرق التدريس وتطوير المناهج وتطوير أساليب التدريس وهكذا. يعني نستكمل بناء وتطوير العملية التعليمية داخل المدارس من أول البنية التحتية، مروراً بالمناهج وأساليب التدريس الحديثة وتحديث الأنشطة اللاصفية وهكذا. طيب الشق اللي احنا هنتكلم فيه الإدارة بالنتائج في المشروعات التنموية. احنا عندنا نوعين من الإدارة داخل المشروعات التنموية، إدارة بالأهداف، وهذه الإدارة بتعتمد فقط على تحقيق الهدف دون النظر إلى نتائجه. يعني أنا عندي مثلا إن أنا همكن 60 سيدة من اكتساب دخل، أو زي ما بيقول كسب العيش، أو كسب دخل مادي ثابت لهم في الشهر، ده هدف. لو أنا اتكلمت معافاة إن شاء الله أستاذتنا الكريمة، معافاة أستاذة إيمان إن شاء الله بإذن الله أنت موجودة معانا وربنا يعني يشفيكي ويعافيكي. طيب لو أنا اتكلمت عن تحقيق هذا الهدف وبصيت على الإدارة بالنتائج، فأنا لا هيفرق معايا هو كم ست مثلا تم يعني تحسين مستوى الدخل ليهم، آليات تحسين الدخل مش هبص لها،
الأنشطة والبرامج الاقتصادية اللي تم تنفيذها مع هؤلاء السيدات أو هؤلاء المستفيدات مش هبص لها، لأن دي إدارة بالنتائج بالأهداف، آسفة. كمان في حاجة مهمة جدا، إن مستوى الدخل قد لا يليق بتوفير عيشة يعني آدمية لهذه السيدة، أو لتوفير احتياجات أساسية لهذه السيدة وأسرتها. فبالتالي هو انا هدفي ان انا ازود او يعني احسن مستوى الدخل عند السيدات، بس لازم تربطه بنتائج، نتائج في اني تحسين سبل المعيشة، نتائج في اني اوفر لها بيئة يعني صحية وسلوكية نظيفة، نتائج اني اضمن لها ان مستوى الدخل الزائد ده يفضل زائد طول الوقت، ما يجيش بعد فترة او بعد انتهاء المشروع وينقطع هذا الدخل او يقل هذا الدخل وهكذا. اذا فالاداره بالاهداف تركز فقط على تحقيق الهدف، انما الاداره بالنتائج فبتركز على كل ما يخص النتيجه للمشروع على المستفيد، او كل ما سيحدث على المستفيد او سينتج للمستفيد من خلال تنفيذ انشطه المشروع. وبالتالي انا عندي في البدايه حاجه اسمها مدخلات المشروع. ما هي مدخلات المشروع؟ يعني خلينا نتكلم كده مع حضراتكم وأصدقائنا التنمويين أو أصدقائنا اللي بيعملوا في مجال الجمعيات، يشاركونا ما المقصود بالمدخلات داخل السيركل أو داخل دائرة الإدارة بالنتائج. السادة المشاركين، لا ممكن نفتح المايكات يا جماعة. المقصود بالمدخلات داخل عملية الإدارة دكتورة، بالنتائج أو المايكات داخل مفتوحة للجميع. دائرة. استأذن حضراتكم نتفاعل. يعني مش عارفة هو ما سبب عدم التفاعل، بس يعني خلينا طيب نستكمل عشان وقتنا. المدخلات المراد بيها هو كل ما يخص تحقيق أنشطة المشروع. يعني أنا عندي المدخل، أنا لو أنا هعمل مسار خاص بتمكين السيدات على حرفة الخياطة أو الحياكة، تمام؟ يبقى انا عندي ايه المدخلات؟ الدوره التدريبيه محتاجه ايه؟ محتاجه قاعه تدريبيه، ده مدخل، مدرب ده مدخل، يعني بريك او وجبات غذائيه ده مدخل، مواد خام ده مدخل، اجراءات اداريه لو انا هعمله مع اجهزه او مع كيانات مثلا او مراكز تدريب حرفيه ده مدخل، الاستمارات والاختبارات القبلية والبعدية ده مدخل، كل ما هو يعني نستثمره أو نستخدمه لتنفيذ أو لتحقيق نتيجة معينة هو مدخل. طيب المخرج هنا لو أنا بتكلم على مخرجات، أنا عندي نتيجة هو رفع كفاءة السيدات المستفيدات في حرفة الخياطة أو باستخدام حرفة الخياطة. يبقى أنا المفروض دي نتيجة مدخلها إيه؟ مدخلاتها القاعات، المدرب المحترف أو المدرب الحرفي، الإجراءات الإدارية، يعني المواد الخام وهكذا، دي كلها مدخلات. أما المخرج، المخرج هو عدد السيدات اللي تم تدريبهم بالفعل. يعني مخرج النتيجة دي هتكون كالتالي، إن يكون عندي بنهاية التدريب سيدات محترفات حرفة الخياطة أو الحياكة قادرات على إنتاج مثلا الملابس الجاهزة أو الستائر والمفروشات، ده اسمه مخرج. إن ده تم بنهاية التدريب، أقدر أقيسه بنهاية التدريب. بيقاس إزاي هذا المخرج؟ أو إيه مؤشر قياسه؟ أولا عدد القطع المخيطة اللي تم
يعني إنتاجها خلال مدة الورشة التدريبية أو الدورة التدريبية للحياكة، عدد الحضور يعني الملتزم في الدورة التدريبية خلال مدة الدورة التدريبية، وكمان يعني زي ما بيقولوا كده عدد كمان الهادر، يعني أو نسبة الهادر من المواد الخام. لو أنا عندي نسبة مواد خام هادرة كتير أو يعني غير نافعة كتير، يبقى أنا كده الستات ما كانوش ما أجدوش أو ما احترفوش حرفة الخياطة في نهاية الدورة التدريبية. إنما لو تم يعني نسبة الإهدار كانت قليلة جدا، وزي ما بيقولوا كده في كم منتجات يعني منتجة بشكل كبير جدا، يبقى معنى كده إن الدورة التدريبية أدت دورها وفعلا المخرج تم، وهو أن يكون في نهاية الدورة التدريبية سيدات محترفات حرفة الخياطة يعني في نهاية التدريب. ده المخرج. طيب النتائج المتوقعة زي ما أنا قلت لحضرتك، رفع كفاءة السيدات تمام، وتوفير دخل ثابت أو رفع أو زيادة أو ازدياد أو تحسن يعني الدخل المادي للسيدات المعيلات بمنطقة مثلا حضرموت، بعمان، بقرى صعيد مصر، بشمال سوريا، يعني أي مكان، المكان فين، ولكن لازم يذكر المكان في صياغة النتيجة. طيب الأثر، الأثر هو الشيء أو النتيجة البعيدة المدى اللي ممكن تقاس بعد المشروع ما يخلص وينتهي، ممكن كمان بسنوات. قد يكون الأثر هو تحسين سبل الحياة للأسر. أنا ما أقدرش أقيس ده، سبل الحياة عامة في التعليم وفي الصحة وفي الاقتصاد وفي البيئة وفي السلوكيات الصحية وفي السلوكيات الأخلاقية وهكذا. ده هقيسه إزاي؟ ما أقدرش أقيسه دلوقتي بعد انتهاء المشروع، ولكن أقيسه في يعني بعد انتهاء المشروع بسنتين ثلاثة، أقدر أقيسه بعد انتهاءه بسنتين ثلاثة. إنما الأثر هو بعيد، نتيجة بعيدة المدى تقاس من خلال طبعا أدوات أخرى، يعني أو أدوات قياس أخرى، زي ما مثلا حاليا عندنا في حاضنات أعمال بتحتضن الشركات الناشئة، فهي ما بتقيسش يعني نتائج الدورات التدريبية ونتيجة الاحتضان في فور انتهاء المشروع، ولكن بتقيسه بعد سنتين ثلاثة. هل الشركات الناشئة دي مكملة في السوق، قادرة ان هي تواجه العقبات والصعوبات، وبالتالي قادرة ان هي تتواجد وتحقق دخل مادي ثابت لها ولا لا، وهكذا. طيب انا بس بستأذن حضراتكم، وضروري جدا الكل يتفاعل، احنا عددنا 42، الجزء ده مفهوم علشان هندخل على جزء عملي دلوقتي، يا دكتورة فاستأذن حضراتكم ان احنا نفتح المايكات ونتفاعل. يا دكتورة، السلام عليكم تفضل. يا دكتورة. في موضوع وعليكم السلام الأثر، ورحمة الله وبركاته. أنت تكلمت في الأثر على تقدير التغييرات، تقدير الأثر على شكل مؤشرات تكون مستدامة. أنت تتكلم عن المشروعات التنموية المستدامة أو المشروعات التنموية فقط في الأثر، المشروعات التنموية لأنك لو قلت سواء أنت كان مشروعات الأثر تنموية إذا مستدامة فتكون بعيدة المدى، يعني بتقيسها على فترات زمنية أطول بس بتقسمها. والمشروعات التنموية ليها أثر، والمشروعات نعم التنموية نعم ليها أثر بس أنا تمام، قصدي يعني في هنا المشروعات التنموية فقط. في أولا إحنا تنموية مستدامة، حاليا طبقا نعم أنت تتكلم عن المشروعات التنموية أو المشروعات التنموية المستدامة. على المشروعات التنموية عامة، لأن حاليا إحنا بنشتغل داخل أهداف التنمية المستدامة، يعني إحنا لو اتكلمنا عن التنمية الاقتصادية فإحنا بنتكلم عن نمو الاقتصاد إذا يا والعمل دكتورة اللائق، مداخلة بنتكلم بسيطة، إذا القضاء كان على نحن الفقر. نتكلم عن نعم إذا كنا نتكلم على أثر على مشروعات تنموية مستدامة بتكون فترتها بعيدة المدى، يعني مش معقول نقول في سنة وسنتين ونقيس، لأن حاشية تستمر يكون فيها ديمومة واستمرارية. طيب أنا هقول لحضرتك على حاجة، أنا
استاذ ابو عبيده، انا بتكلم هنا في اطار معين، وهو في حاله ان انا متوفر لي تمويل لمشروع، مده المشروع، مده تنفيذه وليس تختلف. مده اثره، ممتاز. مده تنفيذه سنه سنتين. فمده تنفيذه هنا انا مجبره اني انفذ في هذا الوقت، لاني انا عندي تمويل يغطي هذه الفتره فقط. حلو. تمام. فانا وصلت. عندي المخرجات، انا يعني مش عايزه كنت ادخلكم في الجزئيه دي، بس خليني اكلم يعني اقولها سريعا. المخرجات هي نتيجه قصيره المدى بتحصل فور انتهاء النشاط، اما النتائج المتوقعه هي نتائج متوسطه المدى بتحصل فور انتهاء المشروع. الاثر هو النتيجه البعيده المدى اللي بتحصل بعد انتهاء المشروع بمده، وممكن حضرتك مش انت اللي تقيسه على فكرة، يعني الاثر ممكن ما يقاسش من حضرتك اللي انت منفذ المشروع اهو، وانت الكيان اللي منفذ المشروع، بس الاثر ممكن ما يقاسش منك، يعني ممكن تلاقي حد يعني اطراف اخرى او اجهزة اخرى او جمعيات اخرى اثناء تنفيذ دراسات او مسح ميداني او بحث سريع بالمشاركة هي اللي تقيس الاثر بتاع مشروعك وانت مش قايسه، يعني ده وارد جدا. ولكن هي سلسلة أو يعني دائرة الإدارة بالنتائج لابد أن تكون يعني مطعمة بهذه الأركان الأربعة. لذلك لما احنا بنيجي نصيغ سلسلة نتائج، بنصيغ المخرجات اللي هي قصيرة المدى، ثم النتائج متوسطة المدى، ثم الأثر اللي هو بعيد المدى. استاذن حضراتكم نتفاعل، الجزء ده مفهوم؟ تمام تمام يا دكتور. يعني احنا عددنا 43، فالعدد ال 43 ما بيتكلموش يا جماعه. أنا حامعك يا دكتورة، وأنا نسألك اليوم كثير إن شاء الله. ربنا يبارك لك يا استاذ ابو عبيده، بس يعني انا محتاجه المتبقي يعني. استاذ حسين تمام مفهوم؟ يا جماعة خايفين تفتحوا المايك ولا ايه؟ دكتور. السلام عليكم. من هاي ايه تمام. ايه اخرك هم عندي مدرسة، أنا بروح تمام اوكي. تدري شنو بسوي؟ احنا سريعا كده انا هحاول ان انا يعني اعرض لحضراتكم نموذج من يعني النتائج، نموذج صيغة نموذج من صياغة النتائج. يعني هحاول ابعتها لكم طيب على الواتساب، لاني مش متوفرة عندي بي دي اف كلها وورد. السلام عليكم دكتورة، وعليكم السلام الله ورحمة يعطيك الله العافية. وبركاته. دكتورة تبغينا يعني يكون العمل بشكل جماعي ولا بشكل فردي يعني؟ والله أنا شايفة إن العمل بشكل جماعي هيكون فيه شوية يعني صعوبات، خصوصا إن إحنا مش هيتوفر لنا وقت إننا نعمل غرف للمجموعات،
ولكن الافضل ان هو يكون بشكل جماعي ان شاء الله باذن الله، وهو بشكل فردي ان شاء الله باذن الله. وهقول لحضراتكم بكره ان شاء الله هيبقى ماشي الجزء ده ازاي. شكرا، شكرا جزيلا. عفوا. طيب الساده اللي بيشتغلوا في مجال الجمعيات هي طبعا عارفين شقين، ان في تمام في شقين في تقديم اي مشروع. الشق الاولاني لو انا الجهه المنحه او الممول او السي اس ار يعني، او اداره المشاركه او المسؤوليه الاجتماعيه داخل الشركات طالبه المشروع بتفاصيله، فانا بقدم بروبوزل او مقترح كامل للجهه المنحه في حاله اني عندي يعني مطلوب من الجهه او الجهه المنحه طالبه مني ذلك. تمام. ولكن في اغلب الجهات المنحه دلوقتي ضيقا للوقت والكم الهائل اللي بيقدم من جمعيات او من فرق خيريه لطلب الحصول على تمويل، عملت حاجه اسمها كونسبت نوت او كونسبت بيبر او ورقه مفهوم النشاط. دي بتكون عباره عن كراسه صغيره او موديل او نموذج صغير بيعرض المشروع بشكل مبسط جدا، بيعرض فكره المشروع وانشطته الرئيسيه والنتائج بتاعته وهكذا بشكل بسيط جدا. وفي حاله القبول او في حاله ان ورقه المفهوم النشاط دي الجهه المنحه قبلت فكره المشروع من خلال الكونسبت نوت او الكونسبت بيبر، بيتم الرد على حضراتكم بان انتوا تاهلتوا للمرحله الثانيه وهي كتابه المقترح بشكل تفصيلي، انكم تبتدوا بقى تكتبوا المقترح بشكل تفصيلي. وده هنعرضه طبعا لحضراتكم بكره، يعني بكره هيكون كل شغلنا ان شاء الله باذن الله بنسبه كبيره عملي يعني. بالمناسبه انا عايزه اقول لكم ان عمليه كتابه المقترح او كتابه الكونسبت نوت دي شغلانه، يعني دي شغل او مهاره نقدر نشتغل عليها زيها زي مصمم الجرافيك، زيها زي محلل البيانات، زيها زي مدير اداره المشروعات. مصمم المشروع برضو دي شغل، او البروبوزل رايتر ده شغل، في سينيور بروبوزل رايتر وفي يعني مانجر اوف بروبوزل رايتر، او زي ما بيقولوا كده مدير لكتابه المقترحات. اول شيء بيبقى في الكونسبت نوت او مفهوم النشاط هو تحليل المشكله، وهنا احنا بنحلل المشكله بناء على اداتي الاستبيان او المقابلات البؤريه للنقاش، ودي الادوات المستخدمه والشائعه في الغالب. طبعا يعني انا مش عايزه اقول لكم ان يعني يفضل ان احنا نستخدم يعني هاتين الاداتين مع اداه تانية اسمها اداه الملاحظه. طبعا أداة الملاحظة برضو بيبقى ليها إثباتات معينة ولكن ممكن نستخدمها. ممكن كمان نستعين بتقارير إحصائية عن دراسات فاتت، زي مثلا عندنا في مصر جهاز التعبئة والإحصاء ممكن يكون عنده بيانات عن هذه المشكلة، وخصوصا لو أنا بشتغل مثلا عن مشكلة التعليم أو التسرب من التعليم والأطفال المتسربين من التعليم، وان المشروع بتاعي هيكون عن حل او وضع نموذج حل للتسرب من التعليم. اذا انا هجيب عدد المتسربين او نسبة المتسربين من التعليم منين؟ يعني هجيبها مش من جهاز تعبئة، من جهاز التعبئة والإحصاء. اما في الجزء الكيفي اللي هو اسباب التسرب من التعليم وليه الاطفال بيحصل لها تسرب من التعليم وإيه هي مسببات المشكلة، ومثلا دراسة المجتمع حول آليات مثلا التكيف مع الأطفال المتسربين من التعليم، وهل في إمكانية إن الأولاد دول يرجعوا أو مدى قابلية الأسر إن هي ترجع أولادها للتعليم مرة أخرى ولا لا، دي هتبقى محتاجة دراسة. فالدراسة بتكون زي ما أنا قلت لحضراتكم قائمة على أداتين، أداة الاستبيان وأداة المقابلات البؤرية أو مقابلات النقاش المجموعات النقاش البؤرية.
طبعا في ادوات تانية كتير جدا زي الخرائط المجتمعيه، زي قصص النجاح، زي يعني مجموعات المقابلات الغير منظمه، زي المجموعات من فرد لفرد وهكذا. بس احنا خلينا بنتكلم على هذه الادوات، يعني اللي بنقول الاكثر شيوعا يعني. طيب تحليل المشكله بيكون فيها ايه؟ لما باجي اصيغها اول حاجه بيكون فيها بناء على دراسه مجتمعيه. الكلمه دي لما بتبقى في بدايه صياغه تحليل المشكله في الكونسبت نوت او في ورقه مفهوم النشاط بيبقى ليها دور، بمعنى ان انت كده فاهم شغلك انت كاداره مشروع او كفريق تصميم مشروع او كفريق كتابه مشروع، فاهم شغلك بناء على دراسة مجتمع أو دراسة مجتمعية قبلية، أو بناء على استخدام أدوات البحث السريع بالمشاركة اللي هي بين قوسين أداة استبيان كمي كيفي أو مجموعات نقاش بؤرية. اتضح المشكلة وإن المشكلة الرئيسية مثلا تسرب الأطفال من التعليم، أو ازدياد نسبة التسرب للأطفال من التعليم في منطقة أو في قرية أو في بلدة كذا. طيب، وأن أسباب المشكلة 1 2 3 4، ومسببات المشكلة 1 2 3 4. تمام؟ ده المختصر للمشكلة جوه الكونسبت نوت. طبعًا لما بنيجي نكتب مقترح ما بيبقاش الاختصار بالشكل ده. إحنا بنكتب بنستفيض داخل المشكلة، لأن بيبقى فيها كمان حاجة اسمها نظرية التغيير. طيب بعد الجزء ده بيتم عندنا تحديد الفئة المستهدفة أو تحديد احتياجات الفئة المستهدفة. مين هم الفئة المستهدفة؟ مثلا الأطفال. طب الأطفال دول سنهم قد إيه؟ سنهم مثلا من 7 سنين ل 13 سنة أو 14 سنة. إيه مواصفاتهم؟ إن هم يكونوا أطفال في أسر فقيرة، تسربوا من التعليم، غير قادرين على يعني مصروفات التعليم، عندهم يعني الرغبة في العودة إلى التعليم مرة أخرى، وما يخص بقى بكافة احتياجات الفئة المستهدفة. ثم بننتقل لتحديد أو صياغة الهدف العام، وهنا في الهدف العام لازم يكون سمارت، أو لازم يكون هدف ذكي محدد بوقت قبل القياس قبل التحقيق واقعي. تمام؟ زي مثلا تمكين عدد 25 طفل أو عدد 250 طفل خلال مدة المشروع أو خلال سنة تنفيذ المشروع من العودة إلى التعليم مرة أخرى، أو توفير سبل التعليم الجيد لعدد 250 طفل متسرب من التعليم وعودتهم إلى التعليم خلال مدة المشروع. هنا اسمه هدف واضح محدد بوقت، محدد للفئة المستهدفة، يعني واقعي قابل للقياس قابل للتحقيق وهكذا. طيب الأهداف المحددة هنا هي الأهداف الفرعية أو الأهداف يعني الأهداف الصغيرة، أو بعض الناس بيقولوا عليها أغراض، بتبقى برضو بنفس السيستم ده ولكن مجزأة. يعني إحنا بناخد الهدف الكبير العام ده بنكسره لأهداف محددة أو أهداف صغيرة أو أهداف فرعية أو أغراض، زي مثلا رفع وعي عدد 250 أسرة بأهمية التعليم للأطفال. ده هدف محدد. تاني هدف هو مثلا توفير أنشطة يعني أو تنمية مواهب عدد 250 طفل في مجال الرسم ومجال مثلا المسرح والتحدث ومش عارف مثلا الجزء الخاص بالكتابة خلال مدة المشروع. ده هدف محدد آخر. هدف محدد تاني أو تالت يعني هو ان يكون مثلا تمكين الاسر من تنفيذ انشطه اقتصاديه، او ان انا اوفر للاسر
تدريبات وجلسات مهارات حياتية، توفير الجلسات المهارات الحياتية أو رفع قدرات 250 أسرة في مجال المهارات الحياتية خلال مدة المشروع. طيب النتائج، تمام، عودة عدد 250 طالب، دي أول نتيجة. لازم إن نتائج إن 250 طالب يتم يعني تحسين مستوى يعني الدراسة لديهم، أو تحسن المستوى الدراسي لعدد 250 طالب بنهاية المشروع، دي نتيجة. تحسين سبل العيش لأسر 250 طالب، دي نتيجة. توفير المواد الدراسية، أو زي ما بيقولوا كده رفع كفاءة العاملين بالمدارس، مدارس تنمية المجتمع لعدد 200 مثلا مدرسة، أو لعدد 25 مدرسة، وهكذا. مؤشرات القياس، مؤشرات كمية ونوعية. كمية أعداد، نوعية كيف. طيب اللي أنا بفضله دايما في قياس النتائج هي المؤشرات الكمية، لأن دي اللي هعرف أرصدها صح. أنا لو عندي مؤشر لنتيجة زي مثلا تحسن المستوى الدراسي للطلاب اللي تم إعادتهم للمدارس، فالمؤشر بتاعي هيكون درجات الامتحانات بتاعتهم، مستوى الحضور بتاعهم، عدد مرات الغياب، عدد الحضور، كشف الحضور والانصراف بتاعهم، تقارير الأداء بتاعتهم، مستوى يعني امتحانات الميد تيرم والامتحانات العملي بتاعتهم. دي كلها مؤشرات أقدر أقيس بيها نتيجة التحسن للمستوى الدراسي للطلبة، وهكذا. طبعا بعد كده الإطار الزمني، احنا اتكلمنا عن الفئة المستهدفة فوق، الإطار الزمني، والإطار الزمني دي أو الخطة الزمنية اللي هي مدة المشروع هيكون كام شهر؟ 12 شهر. طبعا المشروع ما بيقلش عن 12 شهر، ممكن يبقى 12 شهر، ممكن يبقى 18 شهر، ممكن يبقى 24 شهر، ممكن يبقى 36 شهر، حسب المنحة كمان، حسب الممول هو هيمول لك قد إيه. النطاق الجغرافي، لازم أحدد أنا هشتغل في أنهي منطقة، ما ينفعش أقول جمهورية مصر العربية، ده مش نطاق جغرافي، أنا كده يعني بقول للمانح إن أنا مش فاهم حاجة. لازم أحدد النطاق الجغرافي بتاعي، قرية، بلدة، محافظة، ولاية، وهكذا. الأنشطة الرئيسية، وهنا أنا بتكلم على أنشطة رئيسية، مش بصيغ النشاط بتفصيلته، بالعكس أنا بقول اسم النشاط ونبذة عنه، زي مثلا جلسات المهارات الحياتية يتم تنفيذ عدد مثلا 25 جلسة ل 250 أسرة أو ل 250 من أولياء الأمور خلال مدة المشروع، وإيه المهارات الحياتية؟ واحد اتنين تلاتة، وهكذا. طيب ده في الأنشطة الرئيسية. أدوات المتابعة والتقييم، طبعا إحنا عندنا أدوات متابعة وتقييم كتير، أو أدوات الرصد والتقييم، التقارير أدوات متابعة وتقييم، كشوف الحضور أدوات متابعة وتقييم، اختبارات القياس القبلي والبعدي أدوات متابعة وتقييم، كمان الكشوف بتاعتنا أدوات متابعة وتقييم، المناهج لو احنا بنصمم مناهج دي أدوات متابعة وتقييم، وهكذا. ملخص الموازنة التقديرية، احنا عندي أرب في ملخص الموازنة التقديرية أنا عندي 4 بنود رئيسية. الأجور والمرتبات، ده بند والمفروض ما بيزيدش عن 15% من إجمالي الميزانية المطلوبة، أو إجمالي المبلغ التمويلي المطلوب. عندي الأنشطة، ودي بتاخد حوالي 60% من ميزانية التمويل المطلوب. عندي التكاليف المباشرة، وعندي التكاليف المباشرة زي المية، النور، الإيجار، الكهرباء، وهكذا، ودي بتكون 5% 10% برضو كده. والأصول الثابتة اللي هي بقى أدوات فريق العمل، المكاتب، الكمبيوتر، اللابتوب، الطابعة، اللي هو الأدوات الأصول الخاصة بإدارة المشروع أو بفريق عمل المشروع.
طبعا حابه اقول لكم ان في بعض الجهات المانحه بتمول انشطه وتكاليف مباشره مثلا بس وتقول لك الاصول الثابته مش عندي، انت وفرها انت كجهه منفذه او كاداره مشروع او كجمعيه او كمؤسسه. وفي نفس الوقت في برضو زي السفاره اليابانيه تقول لك انا مش هدي مرتبات، يعني انا ما بديش مرتبات انا بدي انشطه فقط. وفي حد تاني يقول لك لا انا ما عنديش مشكله ان يكون في مناصفه ما بين ان انا ادي اوفر الاجور، يعني ادي 50% من قيمه الاجور ويكون انا هشيل الانشطه وهشيل التكاليف والاصول الثابته وهكذا. طبعا كل في مجاله على حسب انتوا يعني زي ما بيقولوا كده هتوفروا ايه لمين وازاي. ده بشكل مختصر جزء طبعا يعني الأنشطة أو ورقة مفهوم النشاط أو الكونسبت نوت. أنا مستنية من حضراتكم دلوقتي هنفتح يعني باب المناقشة في الصياغات وإزاي نشتغل على الكونسبت نوت، لأن بكرة هنشتغل مع بعض على إننا نصيغ كونسبت نوت مع بعض. وطبعا الكونسبت نوت دي هتكون لصالح مشروع، لصالح دعم غزة إن شاء الله بإذن الله بكرة، وهنوجهه لشبكة الرواد. تفضلوا حضراتكم، ده كمان الكونتاكت بيرسون بتاعي لو انتم محتاجين انكم تتواصلوا معايا. طبعا احنا موجودين على الواتساب مع بعض كمان. استاذ حمدو استاذن حضرتك لو تفتح بقى المايكات. دكتور المايكات مفتوحة للجميع، اللي بيحب يتفضل يتكلم بس يعرف عن نفسه ثم يبدأ مباشرة. استاذن حضراتكم ندخل كلنا نفتح المايكات. أهلا لا احنا دكتورة لسه ما أروى، خلصناش عشان رابط الحضور. وعليكم أخوي السلام. الله يكرمك ويبارك فيكم. بالنسبة لرابط الحضور قبل نهاية المحاضرة ب5 دقائق سيرسل. ممكن دكتورة أروى لو أنك توضحي لنا أكثر عن مؤشرات القياس النوعية؟ أحيانا بيكون عندنا أنشطة ومش قادرين إن احنا نعمل لها مؤشرات كمية، ما في شيء إلا إن احنا نعمل لها بالتالي مؤشرات نوعية. طب اديني مثل كده، اديني مثل نشاط ومحتاجة ليه مؤشر. طيب احنا مثلا لأن احنا منظمة حقوقية مثلا بنعمل تقارير حقوقية، مش بالضرورة اوكي هذه التقارير تنشر عشان احنا نقيس الكم فيها، فهل ممكن يكون فيها هنا مثلا التقرير مش مؤشرات نوعية؟ نشاط، شوفي التقرير مش نشاط لأن التقرير مش بيتبعه تغيير. يعني خليني أقول لا لك أنا النهارده معلش عاملة يا دكتورة، بس عشان أوضح لك التقرير مش تقرير فني، لا هذا تقرير بيرصد ويوثق الانتهاكات ويحكي عن الحالات وعن ويستهدف التغيير أصلاً، ويستهدف تغيير بستهدف ظروف الاحتجاز مثلاً للمحتجزين، طيب يستهدف إذا التأثير مؤشر على السلطات التلفي وعلى أصحاب المصلحة، يستهدف التأثير على أصحاب هنا المصلحة وعلى السلطات في التغيير. المؤشر هيكون عدد الجهات اللي استجابت لهذا التقرير وتواصلت معاكم لعملية تغيير الوضع الراهن. ده طب لو المؤشر حبينا هيكون نعمل مؤشر نوعي مش مؤشرات كمية. المؤشر النوعي مدى تغيير يعني الأوضاع الراهنة السيئة بعد التقرير. إذن بيكون أثر بعيد المدى. تمام، لا مش أثر، هنا أنت ما غيرتيش، أنت لسه ما غيرتيش حاجة. الأثر هو إن أنت عندك يعني الأثر هنا في التقرير إن يكون في استقلالية وفي استقرار في هذه المنطقة ويعم السلام، هو ده الأثر. تعميم السلام في هذه المنطقة والأمن يعني الإنس في هذه المنطقة هو ده، وإن يبقى في أمن غذائي وأمن إنساني وأمن تعليمي وهكذا، وإن تعود الحياة كما كانت في طبيعتها، إن هي يعني مجتمع سالم آمن، هو ده الأثر. إنما أنت هنا بتتكلمي عن مؤشر. المؤشر مدى
تغير الوضع او مدى استجابة المسؤولين للتغيير من الوضع الراهن الى وضع افضل. شكرا للتوضيح دكتورة. عفوا، مع حضراتكم انا طبعا برسل لكم دلوقتي الملف كامل يعني. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا. شكرا على هذه المحاضرة الطيبة حياكم الله. دكتورة. الله يبارك فيك دكتورة. مثلا أنا الآن كمثال الآن اللي هو تحليل المشكلة، الآن بطرح مثال عملي. مثلا الآن في دولة ما فيها قرية، القرية هذه فيها مشكلة في المياه ومشكلة في الإصلاح البيئي. طيب الآن راح تمام، نقدم لهم هذا المشروع. طيب احنا الان مشكلة في المياه، هذه يعني الاحتياجات مشكلة المياه ايه؟ التلوث مثلا؟ لا مش متوفره فيها مياه، والمياه هذه ايضا يعني بحاجه الى مياه، وايضا بسبب قله المياه وهذه الصحه البيئيه اللي هي دورات المياه والاشياء هذه لازم مطلوب توفيرها حتى يحافظوا على الصحه العامه، وحتى يعني الموضوع الامراض من الامراض هذه. فبناء عليه راح نبني اخذنا الاحصائيات وقمنا الاحتياجات حسب المستفيدين من هذه القريه، سواء اهل القريه او اهل القريه ونفسهم طلبوا هذه المشاريع اللي هي ابار ونقول اصلاح بيئي اللي هي دورات مياه ومواد تنظيف حتى يعني يحافظوا على النظافه، وايضا مياه صلب شرح ايضا مياه شرب تكون نظيفه. بناء عليه نضع الاهداف الان اللي هي تنفيذ المشروع بدايه متى؟ تاريخ كذا. وبعدين نضع النتائج، والله تم افتتاح هذا البئر في والنتائج النتائج مثلا نقول ان الان البئر اصبح يعني فيه مياه صالحه للشرب، في خفت الامراض بسبب دورات المياه، صارت الأماكن نظيفة عندهم. بس موضوع مباشرة القياس بناء على إيش راح نضعها مثلا؟ ما أدري هل المثال هذا واضح صحيح كذا بطريقة فهمي يعني هذا؟ لا تاني معلش، انت ايه الجزء اللي محتاج فيه الإجابة؟ مؤشرات القياس بناء على المشروع طرحته كيف راح توفير نقيسها؟ يعني مؤشرات القياس. اول مؤشر انت هتقيسه المفروض هل انت بدأت توفر في مناطق المحرومة بدء توفير المياه بشكل صالح للاستخدام، ده مؤشر. يعني نقول مثلا عدد الآبار المياه تم عدد حفرها، المناطق، عدد الآبار المياه تم حفرها عدد يعني. الآبار، طبعا عدد الآبار اللي تم يعني حفرها لتوفير مياه صالحة للشرب او صالحة للاستخدام، ده مؤشر. عدد المتبرعين او الممولين اللي بيمولوا عملية انشاء الآبار، ده مؤشر، او بناء الآبار، ده مؤشر. طيب المثال هذا هل هو يعني واضح يعني انا فهم بالطريقه هذه يعني المشكله والتحليل نعم، المثال هذا هل هو يعني صحيح الفهم اللي فهمته انا من المثال اللي طرحته انا؟ هو طبيعي أول حاجة في تحليل المشكلة هو عدم توافر المياه الصالحة للاستخدام والشرب داخل المنطقة، هو دي المشكلة الرئيسية. صحيح. يليها أو قلة المياه الصالحة للشرب، خلينا نقول بلاش انعدامية، لأن مفيش حاجة اسمها عدم. عدم دي هتبقى محتاجة ان انت تدرس او يعني تعمل مسح ميداني كامل لهذه المنطقة. خلينا نقول قلة توافر المياه الصالحة للاستخدام والشرب داخل المنطقة الفلانية، دي مشكلة صحيح. رئيسية. نعم. يليها اسباب، يليها مسببات. نعم. طب احنا الاسباب ممكن نذكرها، والله ان منطقة ايش نقول الاسباب؟ شنو الفرق بين الاسباب والمسببات يعني؟ يعني مثلا الان طيب الأسباب ايوه اللي بتنتج مباشرة عن المشكلة، تمام؟ المسببات هي المسببات اللي بيتسبب فيها الأسباب. يعني المشكلة عندنا
قلة توافر مياه صالحة للشرب، نعم تمام، أو مياه صالحة للاستخدام. ده هينتج يعني أسبابها إيه؟ أسبابها مثلا إن مفيش محطات مياه، أو منطقة قلة صحراوية وجود مثلا، محطات المياه، منطقة صحراوية. أو إن المناطق صحراوية أو مش عارف إيه. طب إيه مسبب يعني أسباب المشكلة بقى؟ وإن الأسباب، وإن المشكلة دي يعني هتتسبب بقى في إيه؟ دي المسببات. هتتسبب والله في تفشي الأمراض الصحية، هتتسبب في إن هيكون في عادات وسلوكيات صحية غير سليمة، أيوة هتتسبب في عدم توافر أو قلة توافر الغذاء الآمن، لأن هيكون في طبعا عملية الغذاء بتتم برضو أو بيطهى الغذاء أو بيتوافر الغذاء من المياه، وخصوصا لو هي منطقة زراعية، يبقى أنت هتروي الحقول بإيه؟ يبقى هتضطر تستخدم مياه راكدة أو مياه غير سليمة أو غير صالحة، نعم وهكذا. نعم كل ما طبعا وضحت المشكلة بأسبابها ومسبباتها، كل ما ده خلاك تقدر يعني تطلع سلسلة نتائج أو تصيغ نتائج قوية، طيب دكتور، الآن لأن يعني إحنا بنصيغ النتائج على الأسباب والمسببات. الآن دكتور حددنا المشكلة والأسباب والمسببات. الآن نأتي بعدين إلى الأهداف المحددة، اللي هي شنو. أنا عاوز الأهداف اللي هي أنا عاوز كم بئر أحفر في هذه المنطقة، أو إيش المشاريع عاوز أعملها في هذه المنطقة، صح؟ بعدين بعد ما حددت الأهداف المطلوبة، الأهداف المحددة، الهدف العام الأول، الهدف العام الأول والهدف العام ده بتكسره لأهداف محددة أو أهداف صغيرة أو أهداف فرعية أو أغراض. يعني ممكن نقول الهدف مثلا العام، أو الهدف توفير مياه صالح للشرب في هذه المنطقة، ممكن هذا يكون هدف، أو توفير مياه صالح للشرب لعدد احنا مثلا هنقول لعدد مثلا 200 نسمة. يعني لو احنا بنتكلم على يعني المنطقة، هنقول يعني تحسين أو تحسن الأمن المائي داخل هذه المنطقة، ده يفضل. نعم طيب، والنتائج ده من خلال ايه؟ من خلال اهداف صغيره. الاهداف الصغيره هي ممكن يكون توافر، يعني توافر مياه صالحه للشرب، توفير بناء ابار او اقامه ابار، ده هدف، وهكذا. يعني يا جماعه رابط الحضور والله قبل ال المحاضره ما تنتهي ب5 دقائق، وده دليل على اننا يعني ما بنشتغل ما بنتكلمش او ما بنحفظش او ما بنشاركش في المحاضرة، او ما طب بتهمناش المحاضرة قد ما بيهمنا الحضور. يعني ما علينا، طبعا دكتور، اتفضل انا مع حضرتك. طبعا بعد الاهداف بعدين نقول النتائج، اللي هي النتائج المترتبه بناء على هذا المشروع. والله خلاص، يعني وفرنا، حفرنا عدد مثلا 10 ابار، وفرنا مثلا خدمات مثلا صح بيئي، قلت الامراض مثلا نتيجه هذه الاشياء هذه، صح؟ أها، أولاً أنت تحسن الحياة الأسرية أو الحياة المعيشية في القرية، ده نتيجة. نعم، هي كأنه دكتور كله يعني شوف مربوط، نفس مربوط الصياغة، كله مع بعض يعني يعني. خليني أقول لك إن الصياغة أنا يعني بكرة إن شاء الله إحنا نشتغل مع بعض عملي، هنختار موضوع وهنختار مشكلة وهنشتغل عليها، وكل حد فينا هيدخل، لأن بكرة المحاضرة الأخيرة، فكل حد فينا هنختار في مجال مثلا التعليم أو الصحة أو البيئة، وهنقول إن إحنا عايزين نحدد مشكلة، ومشكلة رئيسية ومشكلة فرعية والله دكتورة، وأسباب يفضل يكون وهنشتغل عليها. يكون يفضل المشروع يعني شيء بسيط واضح، يكون بالضبط، يعني بحيث يوصل، مش يعني هيكون بحيث لا مش يوصل هيكون المفهوم، معقد. يوصل المفهوم إلى الجميع بالضبط، يعني. لا مش هيكون معقد خالص، احنا هنكون شغالين لان دي كونسبت نوت اصلا، فدي بتكون يعني حاجة صغيرة، مش هتكون كبيرة. يعني يعني مثلا دكتور، هي مثلا الكونسبت نوت موضوع اصلا التعليم ما شوية معقد تتعداش مثلا، على يعني 10 مثلا والله ورقات. يعني يعني موضوع الصحة، أو موضوع مثلا المياه، أو موضوع الإغاثة شوية، هذا ممكن الناس مشتغلة فيه، يعني شيء يكون انت بسيط. حضرتك دولة ايه؟ حضرتك من دولة ايه؟ اليمن؟ لا أنا من سوريا.
من سوريا. طيب بس عايش في الكويت. سوريا، اليمن، مصر، ليبيا، لبنان، الأردن، يعني هذه الدول عشان فيها جهات منحة، فيعني تقريبا اللي بنشتغل على أهداف التنمية المستدامة ال17 هدف، يعني لأن جميعنا بنعاني منهم الحقيقة. طيب دكتور لبيب شكرا الحاج، لك، حضرتك رفع إيدك. الله يعطيك العافية دكتورة. الملاحظة اللي طرحها الزميل الأخ السوري كانت ممتازة. والشيء جميل إنه حمد نشارك بكرة كل واحد بتجربة أو مشكلة في يعني في بلده، وماذا علاقة هذه المشكلة بأهداف التنمية المستدامة. وإن شاء الله بإذن الله حنشارك بإذن الله، بيطرح مشكلة مع أهدافه مع كل شيء خاص بالمشروع، يعني بروبوزر مصغر ويتم مناقشته في الجروب. بالضبط إن شاء الله. طيب يعني حد عنده أي استفسارات أخرى أو أسئلة أو تعليقات أو توضيحات محتاج يسأل عليها؟ احنا لسه ما نهيناش يا جماعة عشان نربط الحضور، لسه لم ننتهي. سريعا هنعيد المادة عشان حضراتكم تكونوا يعني على دراية بكله. احنا اتكلمنا عن تنمية الموارد وتدبير التمويل، واتكلمنا عن عناصرها، تعبئة الموارد، ثم إعادة تدوير الموارد وإعادة استخدامها من خلال اني اعمل وفرات وابتدي اشتغل على ان يكون في انشطه مدره للدخل فيعاد تدوير الدخل اللي تم ادخاله ويتم التوفير منه، ثم تنميه الانشطه وتنميه المشروعات وتنميه الموارد لدينا من خلال ان انا بدل ما يكون عندي مشروع يكون عندي 2 و3 و4. اتكلمنا عن تعريف الاستثمار وقلنا ان هو كل ما يخص النمو وتنمية الدخل، واتكلمنا كمان عن دوائر الاستثمار التنموي، وهنا في فرق ما بين الاستثمار بشكل عام ومنهجية الاستثمار التنموي. الاستثمار التنموي بيعتمد على الكوادر البشرية المدربة، بيعتمد على إعادة تدوير وتوزيع عادل للأرباح، وبيعتمد على الإدارة القائمة على النتائج. اتكلمنا عن المفروض يتوفر عند بدء المشروع، اتكلمنا عن الانتشار والتنوع او بمعنى اصح التسويق والتنوع في تنفيذ الانشطه، اتكلمنا عن الخبرات المتعدده وان انا يكون عندي خبرات في التسويق واداره المشروعات والعمل الميداني والعمل المالي والاداره وهكذا، اتكلمنا عن اهميه الشراكات والجهات الشريكه في تنفيذ الانشطه سواء كانت انشطه فنيه او انشطه مموله. اتكلمنا عن مواصفات فكرة المشروع، إن هي تكون مرغوبة وممكنة ومجدية، ثم اتكلمنا عن تحديد الاحتياجات من خلال استخدام الأدوات الأكثر شيوعا، هي أداة الاستبيان وأداة مجموعات النقاش البؤرية، وكيفية اختيار الفئات المستهدفة في كل أداة، وكيفية استخدام كل أداة ومواصفات كل أداة. تكلمنا عن النظم والملفات الإدارية والتنموية النموذجية داخل المؤسسات الفنية والمالية والإدارية، واتكلمنا عن أهمية الدراسة المجتمعية إن هي قد إيه بتساعدنا في صياغة المشكلة، وخصوصا إن المشكلة لابد أن يكون فيها بيانات وإحصاءات واقعية بتعبر عن مدى احتياج الفئة المستهدفة لهذا المشروع أو لهذه الأنشطة. اتكلمنا عن الفرق ما بين المشروع والمبادرة والبرنامج،
اتكلمنا عن المبادرة مجموعة من الأنشطة البسيطة بتخدم أو بتنفذ أو بتحقق هدف معين. قد لا يكون قد تكون المبادرة عمل مجتمعي بسيط ينتهي بمجرد انتهاء تنفيذه، وإنما المشروع هو مدته أكبر، يعني يتخطى ال 12 شهر، كله أهداف ونتائج، ممول بشكل أكبر، وقد يخدم قد يحقق أكثر من نتيجة وليست نتيجة واحدة، أو أكثر من هدف وليس هدف واحد. اتكلمنا عن إن البرنامج أو البرامج بتكون عبارة عن عدة مشروعات أو محفظة بها عدة مشروعات في نفس المجال، يعني ممكن يكون برنامج زي برنامج تطوير التعليم داخله أكثر من مشروع خاص بتطوير التعليم. اتكلمنا عن إن المشروع مجهود مؤقت يبذل لخلق منتج أو خدمة أو نتيجة فريدة من نوعها، وإن إدارة المشروع تهدف إلى التخطيط وتنظيم وإدارة الموارد لتحقيق أهداف المشروع ومخرجاته وغايته. اتكلمنا كمان عن إن وظائف الإدارة التخطيط والتنظيم والتوظيف والتوجيه والتدريب والمتابعة والرقابة. اتكلمنا عن دورة حياة المشروع، تحديد وتصميم المشروع، إعداد المشروع، تخطيط المشروع، تنفيذ المشروع، متابعة وتقييم وتقويم العمل داخل المشروع وخصوصا الأنشطة، ونهاية المشروع وانتقاله وتسليمه. تكلمنا عن الإدارة بالنتائج في المشروعات، المدخلات، المخرجات، النتائج المتوقعة والأثر. واتكلمنا عن ورقة مفهوم النشاط، بداية من تحليل المشكلة وكيفية رصد المشكلة وصياغتها من بيانات وإحصاءات، وتحديد احتياجات الفئة المستهدفة، الهدف العام، الأهداف المحددة أو الفرعية أو الأغراض، ثم النتائج، ثم مؤشرات القياس للنتائج، والفئة المستهدفة، الإطار الزمني اللي هو المدة الزمنية ونطاق الجغرافي، الأنشطة الرئيسية، أدوات المتابعة والتقييم، وملخص الموازنة التقديرية. دي طبعا مادة علمية خاصة بإدارة وتصميم المشروعات التنموية. طبعا هذه المادة مختصرة اختصار شديد جدا، إن هي تعطى في حوالي 6 ساعات أو 7 ساعات تدريبية. لكن يعني إدارة المشروعات التنموية إحنا ممكن نقعد شهر بندرس إدارة مشروعات، إدارة وتصميم مشروعات تنموية، وما يكفيناش وندرس أكتر، وما يكفيناش وندرس أكتر، لأن إدارة المشروعات وإدارة تصميم المشروعات التنموية كل يوم فيها جديد. هي يعني طبعا يعني مش هقول علم، ولكن هقول هي منهج بيتم تطويره كل فترة يعني قريبة زي ما بيقولوا، مش بعيدة كمان. أنا كده يعني أنهيت الجزء يعني التدريبي أو المادة العلمية الخاصة بيا، وجاهزة للأسئلة بشكل عام. اللي عنده سؤال يتفضل. السلام عليكم الجماعة دكتورة. اللي عنده سؤال. وعليكم السلام ورحمة الله أوكي، بس وبركاته. ترجع الشريحة اللي قبلها اللي هي المدخلات والمخرجات. نعم. الشريحة التي قبلها المدخلات والمخرجات، بس تفضل. اللي هي أنا المادة العلمية أنا أصلاً أيوة. وصلت طيب بقى، الآن أرسلت لها لو أرسلت لها. عشان بس دكتورة، بس عشان نكون مثلا يعني معلش نكون مثلا يعني شيء واقعي، مثلا الآن حفر بئر، مثلا الآن المدخلات لحفر البئر هي العمالة، هي المواد تمام. اللازمة، صحيح جداً. الآلات والشركات، الأشياء هذه. طيب المخرجات، حفظ. المخرجات من هذا هو حفر بئر، ماشي، بمثلا قطر، لا، مثلا نقول مثلا المخرج هنا اني هوفر، لا المخرج هنا اني هوفر يعني شرب مياه او مياه صالحة للشرب لعدد مثلا 100 أسرة. مش بناء بئر، مثلا قلنا والله مثلا 200، مثلا 200 150 متر مثلا. هو المخرج من البئر ايه؟ يعني المخرج من البئر مياه، طب المياه دي ليه؟ يعني خلينا نقول ان انا حفرت بئر. ماشي. ما هي دكتورة، هو انا احنا ده دكتورة نشاط انا هي عملته، دكتورة المدخلات، احنا قلنا المدخلات هي العمالة، ده نشاط حفر البير. الموارد اللازمة، الشركات ايوه، المساهمة في ما هذا دي الموضوع. مدخلات لتنفيذ نشاط. دي مدخلات لتنفيذ نشاط، يعني طيب العمالة، المواد الخام، شركات البناء، هي مدخلات لتنفيذ نشاط. النشاط ممتاز، هو ايه؟ حفر البير، صح حفر كده؟ بئر،
نعم صحيح. طيب ده نشاط. طيب المخرج من النشاط ده ايه؟ اني اوفر مياه صالحة للشرب لعدد 100 أسرة مثلا يوميا في محيط البئر. طيب، تمام. ما هي توفير بئر، هو هذا هو توفير مياه صالحة للشرب لعدد 200 مثلا نسمة. أنا أتوقع هو نفسه النتائج متوقعة. النتائج المتوقعة هو إن يبقى في تحسن في مياه الشرب أو تحسن في السلوك الصحي الناتج عن مياه الشرب. خلينا نقول إن النتيجة خاصة يعني زي ما بيقولوا كده حياة. إن أنا أشرب ده نتيجة، يعني قول لي أنا النهاردة شربت مية كويسة، إيه النتيجة؟ راح اكون مرتاح صحيا، راح اكون خلاص ما اتعب، اروح مثلا مسافه مثلا بالظبط كيلومترات بعيده، حتى بالظبط بالظبط. هو اروح ان انا المدرسه. اقلل تقليل الامراض الناتجه عن المياه الغير صالحه، عن شرب المياه الغير صالحه للشرب او الغير صالحه للاستخدام، ده النتيجه. طيب، والاثر اللي هي تحسن الوضع الصحي. انا مع الأثر راح، حضرتك. نعم، والأثر راح يكون اللي هو توفير مياه صالحة للشرب للقرية كاملة نتج مجتمع عنها. آمن، الأثر لو أنا بقول إن المجتمع آمن مائيا أو آمن غذائيا، شكرا. تحقيق الأمن الغذائي ده أثر. توفير الأمن الغذائي ده أثر. وممكن أيضا تحسن الأمن الغذائي داخل المنطقة ده أثر. ممكن أيضا بسبب أن كان سابقا هذه المشكلة الأطفال يجيبوا المياه من بعد مثلا مسافة بعيدة، الآن كان لا يذهبون المدرسة، الآن بدأوا يذهبون المدرسة تدريجيا. طيب ده من ضمن ده، احنا كده هندخل في حاجة تاني. انت كده يعني بعدت عن الشق اللي احنا بنتكلم فيه، المدارس او البعد المسافة ما بين الآبار وما بين المدرسة والجزء ده هنبقى في شق حاجة تانية خالص. ده لو في نشاط يخص هذا الموضوع، لو انت هتعالج الجزء ده. نعم. طيب، الآن نقول الأثر لهذه المياه، الآن إيش الأثر اللي راح يكون على المدى البعيد؟ ما انا قلت لحضرتك هو تحقق الامن الغذائي ده اثر. تحسن الوضع الغذائي داخل او الوضع التحقق او تحسن الوضع الامن المائي والغذائي ده اثر. أيوه، شكرا دكتور، شكرا. عفوا. دكتور برضو السلام زي عليكم. ما استاذ خالد بيتكلم، تعزيز الاستقرار المجتمعي، تحسين جودة الحياة ده أثر على فكرة. تحسين دكتورة الحياة، اتفضل. السلام عليكم. أنا كان وعليكم عندي السلام سؤال ورحمة بس الله وبركاته. تعقيب على كلام أخونا. من خلال التجربة اتفضل. طال عمرك وجدنا عدة أشياء. الأولى، الناس تحفر بئر عشان تطلع مية، بس هي بطريقة أو بأخرى لم تفحص المياه الصادرة من الأرض مباشرة، لأن بالسابق كان في نوع من عدم حماية الأرض والتربة من المخلفات، ولذلك وجدنا أن للأسف الشديد المخلفات البشرية وغيرها وجدنا تأثيرها على المياه الجوفية. لما أطلع ماي مش كافي، لازم أفحص المية وأتأكد أن تأثيرها الصحي جيد، هذا أولا. اثنين، ما أثر على الريزرفوار، على المياه الجوفية، بحيث أني يعني مع الزمن أنا قاعد أخذ منها أكثر من اللازم واستخدمها وبدون طائل، كأن الواحد قاعد يلعب بالنعمة اللي هي موجود فيها. الثالثة والمهمة، إن بعد ما تستخدم المية هذه سواء للشرب، للغسيل، لكل احتياجات الحياة، وين مصارف الصرف الصحي اللي ممكن تعيد استخدام المياه؟ وجدنا أن هذه المياه ترجع مرة ثانية تتسرب إلى التربة وتصل إلى المياه الجوفية محولة بالملوثات، وبالتالي يعاد استخدام المياه مرة أخرى. النقطة الرابعة اللي هي قضية الطاقة.
انت منين راح تجيب الطاقة اذا قرى ما فيها كهرباء اصلا؟ ما وجدنا ناس كثيرين مثلا ما ارتبط في قضايا الطاقة المتجددة، سواء الخلايا الضوئية او استخدامات الرياح او غيرها، او استخدام غاز الميثان لانتاج الطاقة. هذه المشاريع المرتبطة ككل احنا شفنا جزء منها اللي هو طلعنا المية فقط، لكن ما شفنا الجوانب الاخرى اللي لها علاقة بالصحة العامة وبالامن المائي وبالامن الغذائي. يعني هذه نقطة أنا أعتقد أنها مهمة جدا. النقطة الثانية اللي أنا كان عندي سؤال لها، يعني ودي أسمع تعقيبك، لما تكلمتي عن قضايا الكوادر في الجمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني وغيره والجمعيات الخيرية، أنا عندي مشكلة معهم. معظم اللي موجودين هم متطوعين، مش محترفين، هو جاي بارت تايم. ممكن يعني نستخدم ليه ما تطلبوش تعيين محترفين؟ لسبب بسيط، لأن هذه الجمعيات عايشة على الله ثم على المساعدات، بالتالي ما عندها إمكانيات، وبالتالي يعني إذا هذا ما دي القطاع، برضه مشكلة. إذا أنا عندي هذا القطاع اللي الدولة موجود، كل دولة موجود، في عندنا قطاع عام تهتم الدولة بموظفيها، في وقطع قطاع خاص يهتم بموظفيه، لكن القطاع الثالث قطاع جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني، احنا ماخذين عمل خيري، عمل تطوعي، مع ان هذا عمل انساني رائع، وهذا ثروة للوطن، وهذه عبارة رأس مال دكتور بشري. ناصر، أنا لسه كنت هقول لحضرتك إحنا بيسموه السلطة الثالثة يعني، أو السلطة الرابعة. السلطة يعني الثالثة إحنا بنتكلم الرابعة، على إن السلطة الرابعة دي الصحافة، ولكن نعم، يعني إحنا ايا عندنا كان سلطة ايا كان، اللي هي سلطة القطاع. انا والله اختلطت علي طال عمرك، خليني أقول مو لحضرتك السلطات على طال حاجة. عمرك، انا اختلطت علي السلطات، لان اللي قاعد يصير في شيء غلط غير طبيعي. مثلا ما عندنا، مثلا الاداره العامه، مثلا عندها معهد للاداره العامه، عندكم معهد للتخطيط القومي مثلا، لكن ما عندنا معهد لاعداد الكوادر والقيادات في العمل الخيري والعمل التطوعي، والدوله ما لا تنظر هو بيبقى لهذا فيه، بس المكان. مش يعني خليني أقول لحضرتك بس على حاجة عشان برضو نبقى منصفين. هو داخل الكليات، يعني أنا خليني أقول لك، أنا بدرس النوع والتنمية في اقتصاد وعلوم سياسية ماجستير، أنت قاعد تمام؟ تدرسين مادة ودرست نظرية، أنت قاعد تدرسين مادة نظرية، أنا نعم، أتكلم عن تطبيقات على أرض ما الواقع، هقول أنا لحضرتك على حاجة، أتكلم عن على مشروعات تنمية التطبيق حكومية. العملي. التطبيق، لو أنا سألتك مع عن حضرتك، مصادر التطبيق التمويل العملي لكل يأتي من جمعيات النفع شقين. العام، دكتورة، لو سألتك الآن في ميزانية عامة للدولة، تعطي القطاع العام مبلغ وقدره، القطاع الخاص يجيب أمواله ويصرفها، هذا القطاع الثالث مصادر التمويل مالته منين؟ عنده مصدر ثابت ما يعني أنا بقول يستفيد لحضرتك، منه، ولا عنده مصدر وقتي، أنا أدفع اليوم وبكرة ما أدفع وغيره؟ وين الأوقاف ما والهبات انا هقول لحضرتك، والتبرعات احنا ومصارف عندنا الزكاة؟ معوقات. مع زين، أنا قاعد أسألك، أنت الآن عندكم، أنتم في مصر عندكم مصارف الزكاة الثمانية تصرف رسميا على هذا القطاع؟ هل الرسوم والضرائب العامة مذكور فيها بالتفصيل كم يصرف على هذا القطاع اللي هو الأوقاف، ريع انا هقول الأوقاف، لحضرتك هل يصرف عليها؟ أنا يا أبي فندم، انا احنا ميزانية عندنا مشكلة في بالدولة، القطاع في قطاع المجتمع المدني تعطي اصلا. هذا بس القطاع انا رأس ماله. ثواني في استاذن عندكم حضرتك، شيء مثل ثواني هذا؟ استاذن حضرتك، ارد نقطة نقطة، هرد نقطة نقطة بس. مو أنت طال عمرك يعني أنا قاعد أسألك اولا وأنت احنا عندنا تدخلين عرض شقين في كذي، القطاع. نعم، انا قاعد اسالك وانت تدخلين، فانت تقاطعيني، لما وصلت الكلمه اتكلمي اخذي راحتك. انا قاعد اقول انا لك، بس عايزة ارد على حضرتك نقطة نقطة، لان هل هناك ميزانيه عامه في الدوله، اي دوله اسمها يا فندم ميزانيه مفيش مخصص ميزانية هتقول لدعم لحضرتك أنا جمعيات هدي النفع للجمعيات العام والقطاع الثالث؟ الخيرية. مفيش يا فندم حد هيقول لحضرتك على مستوى العالمي في أي دولة أن أنا هخصص من موارد الدولة للقطاع الخيري أو لا 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 للقطاع لا، أنت المؤسسات غلطانة، أنت والمجتمع غلطانة جدا، أنت غلطانة جدا. الدول يا فندم المتقدمة، المخصصة. طب أنا هقول لحضرتك على حاجة من واقع لا 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 تجربة. طال عمرك، القطاع هذا القطاع غير الربحي في الولايات المتحدة ميزانيته السنوية 490 مليار دولار منين يا فندم؟ تقطع من الضرائب منين؟ العامة للدولة. حلو، هذا احنا يعني ايه؟ يعني نتكلم عنه، تبرعات ضرائبنا حضرتك؟ اللي ندفعها والرسوم وغيرها.
وأوقافنا وهباتنا وصدقاتنا وتبرعاتنا وزكاتنا وخمسنا هل يصرف على هذا القطاع؟ هل هناك ميزانيات واضحة؟ هل هناك ثواب وعقاب في محاسبة مثل ديوان المحاسبة وغيره؟ هذا السؤال المهم اللي احنا لازم نسأله، ما نعيش على البركة ونعيش، والبركة نعمة يعني وجند من جنود الله، بس ما نعيش بدون تخطيط وبدون تنظيم وبدون موارد مالية ثابتة تسأل عنها الدولة مباشرة، من هذه الأموال وينها؟ وليش ما تصرف على هذا القطاع؟ وليش هذا القطاع مهمل؟ وين أموال الزكاة وأموال الأوقاف والرسوم والضرائب العامة؟ تفضل يا دكتور. أول شق لازم يعني نوضحه أن يعني مصاريف أو أموال الزكاة والضرائب والأموال العامة تمام بتصرف على شقين، شق الدولة وتنمية الدولة بشكل عام، وشق تنمية الخدمات اللي بتقدمها الدولة للمواطن. الخدمات اللي بتقدمها الدولة للمواطن جزء منها وزارة التضامن الاجتماعي أو ما تسمى تنمية المجتمع في بعض الدول، أو ما يسمى الضمان الاجتماعي أو يعني الشؤون الاجتماعية في بعض الدول، أو الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في بعض الدول الأخرى وهكذا. بتصرف للوزارات، يعني شق الضرائب والأموال اللي بتدخل للدولة من خلال المصارف العامة بتصرف على الوزارات. تمام؟ جزء الوزارة عندها شقين، شق خاص بالعمالة ومشروعاتها، وشق خاص بالخدمات المقدمة للمواطنين. أنا هكلم عن نفسي أو عن دولتي مصر. في وزارة اسمها التضامن الاجتماعي، هذه الوزارة بتشتغل على المعاشات لغير القادرين مباشرة، بتقدم معاشات لغير القادرين، بتقدم معاش اسمه تكافل وكرامة للغير يعني اللي ما عندهمش معاش، بتقدم معاش لذوي الإعاقة وذوي الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة، بتقدم يعني بتعمل تدخلات سريعة لمصابي الحوادث والحروق، ويعني اللي بيبقى عندهم أحداث لا قدر الله مصائب مفاجئة. كمان بتعمل مشاريع خاصة للشباب وتمكين الشباب، ده مباشر من وزارة التضامن الاجتماعي للشعب أو لأفراد الشعب أو للمواطنين داخل الدولة. إذن هي بتقدم ده كله، بالإضافة إلى إن هي المسؤولة عن إشهار وتسجيل الجمعيات الخيرية. بند من بنود لوائح النظام الأساسي داخل الجمعيات الأهلية هو تنمية الموارد المالية، إن الجمعية أو مجلس إدارة الجمعية يقوم على تنمية الموارد المالية. طب بيقوم من على إيه؟ أو بينمي الموارد من خلال إيه؟ من خلال 3 حاجات: تبرع وهبات، إن هو يكون قادر على جلب وجذب المتبرعين والممولين ان هم يتبرعوا للجمعيه وانشطه الجمعيه. الجزء الثاني المشروعات الخيريه او الاقتصاديه القائمه على يعني اعاده وتنميه الارباح وتنميه الدخل للجمعيه، زي مثلا ان هو يعمل مصنع صغير، زي ان هو يعمل مشغل، زي ان هو يعمل مركز طبي، ويكون بي يعني برسوم رمزية لأفراد المجتمع المحلي، وبالتالي هو كده بيعمل تنمية موارد لجمعيته أو لمؤسسته. الشق الثالث هو المنح التمويلية، والمنح التمويلية دي فيها في يعني لو هنحكي فيها هنحكي فيها كتير. أولا في منح تمويلية بتبقى من وزارات التضامن الاجتماعي، منح تمويلية بتبقى من السفارات والقنصليات، في منح تمويلية بتبقى من صناديق التنمية المحلية والعالمية والعربية، في منح تمويل بتبقى من المنظمات الدولية الغير حكومية اللي هي الاي ان جي او، زي مثلا اليونيسيف، بلان انقاذ الطفولة وهكذا. فلو احنا نحكي على المنح التمويلية ففي كتير جدا. نفس يا الوزارة دكتورة عندنا يا وزارة دكتورة يا التضامن دكتورة الاجتماعي. طب اكمل كلامي يا ما أنت مو قال الكلام انا هذا عشان بس غير ما مفهوم يا انساش. دكتورة، لأن هذا شيء طبيعي إحنا ما نتكلم عنه. أنا قاعد أسألك وحضرتك سؤال، بتقولي ان احنا ليه ما بيبقاش لولا في هذه تخطيط اتركي المنح اتركي المنح، هل تستطيع جمعياتنا أن تقيم حيلها تعتمد على ذاتها بدون تلك المصادر؟ هل يوجد ايوه وقف معين يخليها ما تحتاج أحد؟ ايوه زين اثنين لو اثنين عملت اثنين مشروع اقتصادي صغير ما ليها تقدر يا دكتور، هتقدر. انا اقول لك في مليون عقبة قدامها،
مصادر التمويل وينها؟ كم نسبة الفائدة؟ أمور كثيرة لابد أن نعمل طب ما حسابها. هي يا أنا فندم سؤالي تشتغل على لما أنا لحظة أسوي جمعية خيرية، لحظة أستاذ ناصر. لما أعمل أنا جمعية خيرية، مصارف الزكاة الثمانية عندكم بيت للزكاة، هل هناك مصدر دخل ثابت يعلن رسميا الزكاة تم تجميعها هذه السنة في جمهورية مصر العربية مقدارها كذا مليار؟ من مصارف الزكاة الثمانية راح يطلع هذا المصرف لدعم جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني، هل يوجد؟ واحد. اثنين، من الرسوم فندم أنا والضرائب سؤال. العامة، أنا ما يهمني وزارة الشؤون وغيرها، أنا ما أبي موظفين تعطينهم راتب من الأموال مالتي، ميزانية الدولة مثلا ميزانية الوزارة مثلا مليار، يروح 93% رواتب وأجور، أنا ما أحتاجها. أنت قاعد تعين أشخاص إحنا ما نبيهم مقابل عمل لا يؤدى، كيفك؟ أنا ما أحتاجها. أنا أتكلم عن مصدر دخل ثابت. الأوقاف، وزارة الأوقاف والأمان العام للأوقاف، أين ريع الأوقاف؟ هل هناك أرقام تعلن هذه أوقاف في جمهورية مصر العربية؟ عددها الكثر، موزعة على 26 محافظة، مدخولها الشهري أو السنوي كذا، يصرف ريعها على أهل مصر، على جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني، على تطبيق أهداف التنمية المستدامة. هل هناك شفافية ووضوح ونزاهة وحوكمة في ومحاسبة في هذه المشاريع، في هذه المسميات، مصارف الزكاة وريع الأوقاف؟ طيب على ضوءها، خليني زين، كيف نقيم وقفا يضمن عدم حاجة تلك الجمعيات لأحد؟ لأن لم في أي يكن منطقة؟ أي مكان، أي يعني مكان حضرتك عايز بالعالم، تعمل الوقف ده في أي منطقة؟ أي مكان بالعالم، أنت والمستهدف مسلمين، أنتم الجمعيات في أنهي مو بلدة؟ مسلمين؟ الأزهر صار له 1100 نعم سنة، لو كان معتمد على حكومة كان سقط من زمان، أوقافه هي لإقامته. بالتالي إحنا نبي نناقش هذه المواضيع. مين اللي عمل الأوقاف دي للأزهر؟ المسلمين من اللي عملها؟ لا يكون عملتها حكومات، المسلمين هم اللي عملوها، تطبيق حلو أحكام الشريعة الإسلامية. حلو حلو، يعني انت بتقول متبرعين، يعني انا ماشيه مع حضرتك، وأنا قاعد أقول لك عن هذه انا مش الأوقاف، ضد هذه كلامك على الأوقاف فكره إيه، إحنا نبي نقيم أوقاف يا مثل فندم، هذه، انا ما بس نبي اديني نحتاج فرصه أحد. طب اتكلم يا فندم. انا بتكلم في نفس الاطار اللي حضرتك بتتكلم فيه ومعاك. اذا الازهر اعتمد على التبرعات الخيريه او اعتمد على يعني المجهودات من الافراد في جميع الدول العالم علشان يكون عنده أوقاف، عشان يكون عنده مشروعات، عشان يكون عنده دخل، صح كده؟ خليني طيب ده الجزء الأولاني. في الجزء عندنا الثاني، نظام مثل هذا، في مفيش عندنا دولة مشروع مثل هذا، نعم في عندنا مشروع نطلقه حضرتك لإقامة احنا وقف. عملنا حاجة زي كده ثواني بس، هو احنا عملنا حاجة زي كده أصلاً؟ هو إيه احنا في طبعا جمعية من الجمعيات دوت؟ طبعا طبعا، في إذا ما حلو عندك أنت، قوي. ترى في ناس كثيرين عملوها وعملوا انا أوقاف. بصراحه انا بقول لحضرتك، انا من واقع تجربه سواء كان في مصر او في عده دول عربيه اخرى ومنها دول يعني متقدمه جدا، لا يعني الجمعيات هي بترسي اوقاف ليها هي من خلال متبرعيها ومموليها فقط وليس على مستوى العالم. انا ما شفتش النموذج وقفي لصالح جمعيه ما بيكون نموذج على مستوى العالم بيخدم كل الجمعيات على مستوى العالم، مفيش النموذج ده. اذا يعني انا انت ما ما شفتش شفتي، نموذج اذا ما نهائي. شفتي هذا يعني عندك المشكله، لكن هذا النظام موجود انا على بقول مستوى لحضرتك ما شفتش محلي النموذج ده، حضرتك ومستوى ممكن تقول لي عربي النموذج. ومستوى اقليمي ومستوى اسلامي فين ومستوى النموذج ده دولي. يا فندم؟ ايوه فين نعم، النموذج ده؟ انا اوريك فين اياه، النموذج ده في الدوله، في الدول العربيه؟ انا اوريك اياه طال عمرك. انت لو قرات اللي انا بعثته لك وشفتي الفيديوهات اللي بعثتها كان عرفتي يا فندم هذا المنهج. حضرتك بعيد، حضرتك انا شفتهم على فكره، شفتي الفيديو؟ الصندوق الكويتي للتنميه ما له علاقة ثواني الصندوق انا الكويتي للتنمية، أنا ما أتكلم عن حضرتك بعته مبادراتنا إحنا الشخصية، أنا وأنت نستطيع يا فندم. إقامة ما هو وقف. انا مبادراتنا، انا ما عنديش مشكله ان مبادراتنا ننفذها، بس حضرتك ما فيش نموذج قائم بالفعل بيقوم على ان يبقى فيه يعني نظام وقفي او مشروع وقفي بيخدم كل الجمعيات او القطاع الاهلي على هذا مستوى الوطن الفكر العربي. لا طال عمرك موجود وتم تطبيقه وتم تطويره وقدمنا نماذج كثيرة، ونستطيع أن موجود نقيم أوقافنا بروحنا بدون ما نحتاج حتى قرار من أي حكومة. هذه ايوه يا الميزة، فندم، هذا انا معاك في ده، انا مش ضد ده لا، مو يا أنت فندم. المشكلة مش حضرتك ضده، عندك مش ضده، فكرة لكن مشروع،
موجود جاهز، تم تطبيقه اقول لك. تم تطبيقه فين؟ معلش انا ممكن اكون مش عارفه فعلا، دي مش يعني زي ما بيقولوا كده هو مش عيب فيا ولا حاجه، بس انا هي محتاجه اعرف ما لها تفاصيل علاقة عنه بالعيب، ما لها علاقة بالعيب، انت شخصيتك الحمد لله محترمة. بالظبط، انا محتاجه اعرف تفاصيله، لان احنا طيب ممكن يعني يطلق من خلال يعني من خلال دوراتنا التدريبيه يطلق ان يبقى فيه وقف يعني زي ما بيقولوا كده موحد لصالح دعم وتنميه الجمعيات الاهليه على مستوى الوطن العربي. ليه لا؟ موجود طال عمرك، بالعكس بعث لك انا مع وثيقة، الفكره دي. أنا بعث لك الوثيقة وبعث لك الفتاوي وبعث لك التطبيقات، وطورنا المسألة بس الآن انا إلى شفت الجزء الخاص بالكويت فقط، فعشان كده يعني انا يعني بسيطة بسيطة. لما على شفت كل لما شوفي، فتحت لقيت ان الصندوق إن الكويتي شاء دعم الله جمعيات الكويت فقط. إذا اتفقنا إن شاء الله مع المنظمين ممكن نعقد ندوة خاصة لهذا العمل، وهذا العمل على مستوى العالم ما يحتاج قرار من أي جهة حكومية ولا نحتاج دعم من أحد، ونستطيع تحويل يا فندم أنا عملياتنا بالعكس الخيرية. أنا على أتم استعداد بالموضوع ده، إحنا يعني أنا ما عندي مشكلة. على كل، في واحد من الإخوان يقول ترسل لنا المبادرة والمشروع، أنا بعثتها لكم يا إخواني على التليجرام وعلى الواتساب بالكامل، اقروها اقروها، حاولوا تنتقلون شوية من طب بس أنا ببعتها دلوقتي تاني نمد ليهم، إيدنا يعني للناس ونقول أنا لو سمحت ساعدنا، إحنا يعني ناس نشعر إن عندنا شوف إمكانيات أستاذ هائلة. دكتور ناصر، هو الوقف الخيري اللي هو الملف اللي هو الجي بي جي ده مش راضي يفتح عندي. طيب انت قلتي لي، بعثتي لي وقلتي لي ما يفتح. على كل، خلي عنك هذا، لا ما أنا دلوقتي انا أنا اطلب من يعني أنا اخواني بس بيفتح تخلصين عندي كل الجي بي مناقشاتنا إف يعني. بسيطه يا اختي، بس تخلصين المناقشات، انا اطلب من اخوان المنظمين يعطونا ساعه او ساعتين للنقاش فيما بيننا احنا الحاضرين المهتمين، وراح اقدم مشروع كامل لكم حتى يكونوا على بينه وعلى اطلاع، ونرقى بمستوانا من مد ايدنا للناس نقول لو سمحت ساعدنا، إلى لا إحنا عندنا الآن القدرة على أن نبني أوقافنا وريعها يصرف على مشاريعنا التنموية في القطاع الثالث، قطاع جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني. أنا على أتم استعداد وما فيش أي مشكلة أبدا أستاذ ناصر، بالعكس ده شيء يسعدني إن يبقى في مبادرة بالشكل ده، على الأقل على الأقل نبقى عندنا مصادرنا اللي نقدر من خلالها ننفذ مشاريعنا الخيرية والتنموية لصالح كل يعني المجتمعات، وخصوصا الدول اللي المؤذية المتأذية دلوقتي من الحرب، سواء كان لبنان أو يعني غزة، الأردن، ليبيا، يعني اليمن، مصر برضو، سوريا، كلنا احنا محتاجين ان السودان طبعا سواء كان الشمال او الجنوب وهكذا، الصومال اللي بتعاني من المجاعات كل فترة وحين والآخر وهكذا. أنا إن بالعكس شاء الله، إن يعني شاء الله جزاك الله خير على كلامك الطيب. دكتورة أنا راح أوريك إن شاء الله، غير اللي أنا بعثته لكم، راح أوريك أول عملية غسيل أموال للتخلص من أموال الربا وتحويلها إلى أوقاف دائمة لصالح كل جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني. يا فندم احنا على أتم استعداد، وإن إن شاء شاء الله الله. بإذن الله يكون في تواصل بيننا دائم. بالعكس يعني مبادرة قوية ويعني داعمة وطيبة جدا من حضرتك، إن شاء الله بإذن الله يعني تكون متكلل بالنجاح وننفذها جميعا في دولنا. إن شاء الله، جزاك الله خير. حياكم الله دكتور ناصر. دكتور ناصر إن شاء الله تعالى نحن راح ننسق لأمر هاي الندوة إن شاء الله تعالى، بحيث إن شاء نحدد الله يوم، أستاذ حمد. حيث نحدد يوم تكون حضرتك معنا محاضر أنت والدكتورة أروى إن شاء الله تعالى. إن شاء الله، إحنا نبي إخواننا كلهم موجودين، وما دام أنتم راح تسوون اختبارات ومشاريع تخرج وأمور كثيرة، اعتبروا هذا هو مشروع التخرج اللي أنا راح أقدمه لكم ولأستفيد من إخواني وأخواتي جميعا، وهي هذه لوجه الله سبحانه وتعالى، لعل وعسى ننفع فيها ونعم هذه بالله. الأمة التي تعاني من المحيط إلى الخليج، والتي قال عنها الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت إلى الناس. للأسف شكرا دكتور. هذه الأمة تعاني، الحمد تعاني لله. كثير، نسأل الله أن يرفع نعم. البلاء عنها. نعم. اللهم آمين يا رب. اللهم آمين. خلاص إن شاء الله بإذن الله على تواصل، وأنا سعيدة جدا بالمبادرة، وربنا يبارك لحضرتك طبعا أستاذ ناصر، وإن شاء الله على تواصل دائم يعني.
حياكم الله دكتورة أروى. طبعا نحن في عندك أي شيء دكتورة أروى قبل أن ننهي؟ أنا يعني أنا ما عنديش أي شيء، لو السادة المشاركين ما عندهم أي استفسار آخر أو أي تواصل أو أي مداخلات، أنا يعني أنهيت كده المحاضرة، وإن شاء الله بكرة الجزء العملي يعني أو الشق العملي يعني. دكتورة سامحيني بس واحد من الإخوان، أظن واحد من الأخوات، يقول أود أن ننتقل إلى خطوة عملية قرأناها سابقا. أنا أقول لكم يا إخواني، ترى هذه مش فكرة، هذه على أرض الواقع تم تطبيقها. هذه وثيقة أمامكم، فتاوي صدرت وتم تطبيقها وتجربتها، وبالتالي إحنا ما نتكلم من فراغ. إحنا نبيك الآن أنت تبادر. هذه الوثيقة أنت تقدر تشتريها، وأنت تقدر توقفها لوجه الله، وهي تطبيق الحمد لحديث لله. الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، واحدة منهم الصدقة الجارية. إحنا نربط الآن الصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به لخدمة أغراض التنمية، ال17 هدف، ودعم جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني. هذا الفرق بيننا وبين ونعم أي بالله. جهة أخرى، وهذا ليس بذكاء منا، أقسم بالله أنه فتح من الله كان قدام عيننا، وكل واحد منكم لو يفكر فيها ترى قدام عينه بس ما شافها. الآن إحنا ممكن صحيح. نسويها وبسهولة، والمبالغ على حسب عملة الدولة. بالكويت عندنا بالدينار، ممكن يكون بالجنيه المصري، عندك بالليرة السورية، بالليرة اللبنانية، بالدولار، اللي تقدر عليه. ومو بس هذا، في الدول المتقدمة اللي احنا عشنا فيها واحنا ندفع ضرائب، نستطيع استقطاع جزء من ضرائبنا لدعم عمليات الخير وجمعيات النفع العام وغيرها. مو بس هذا، حتى أموال الربا بالبنك احنا نستطيع أن نتخلص منها ونحولها أيضا إلى أعمال خيرية. أنت مالك أجر فيها لأن مال حرام، لكن لا تتركها المرابي. أنا قاعد أقول لكم يا إخواني، فقط بالكويت، صحيح. فقط بالكويت، المبلغ اللي طلعناه من أموال الربا يصل إلى 4 مليار دولار. 4 مليار دولار بس بالكويت. تخيلوا المنظر، في 23 دولة عربية يمارس فيها الربا لأنه مقنن بالقانون، غير الزكاة وغير ريع الأوقاف وغير الخمس الشيعي وغير الرسوم والضرائب العامة التي يمكن استقطاعها. بالتالي ترى عندكم أشياء كثيرة، بس فكروا فيها شيء، فكروا فيها. ترى اللي يقول لي شيء 4 مليار، أنا أقول لك بس الزكاة على أموالكم في البنوك الإسلامية اللي مر عليه حول كامل تصل بالكويت إلى 5 مليار دولار. الخمس الشيعي اللي يطلع من الكويت ويروح لأماكن كثيرة ويجب أن يصرف بالكويت حوالي 2.5 مليار دولار. ريع الأوقاف بالكويت تقريبا حوالي 40 مليون دينار كويتي، 120 قول 150 مليون دولار. لو كل دولة منا فقط أدارت هذه الأرقام، والله لن تجد فقير فينا ولا محتاج، ولا تحتاج جمعية نفع عام أن يعطيها أحد شيء. هذه غير الاستقطاعات الشهرية اللي تدفع من أهل الخير، ومعظمهم ترى بالكويت، اللي يدعمون أعمال خير من رواتبهم ترى نساء الكويت. لم أجد ناس مثل نساء، مع احترامي الشديد لكل رجال ونساء العالم، النساء بصفة عامة هم أكثر من يدعم العمل الخيري والعمل التطوعي ويستقطع من رواتبهم وأجورهم. غير هذا كله صحيح. نظام آخر، وأسألكم السؤال وفكروا فيها أنتم إلى أن نلتقي. راتبكم التقاعدي بعد وفاتكم من يستفيد منه؟ راح تقول لي زوجتي وعيالي. إذا زوجتك توفت أو تزوجت وعيالك اشتغلوا وبناتك تزوجوا، معاشك التقاعدي يرجع إلى الدولة وتصرفه، مع أن في الأصل هذا معاشك أنت، وهذا تعبك أنت، أنت تحت الأرض في القبر تحتاج إلى عمل خيري. نستطيع اليوم بس بتغيير القانون، بس أن نحول المعاش التقاعدي في حالة عدم وجود مستفيد منه إلى وقف صدقة جارية عن روحك لصالح الأحياء من بعدك بإدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بس بتغيير نص القانون. فكروا فيها، هقول لحضرتك فكروا أستاذ فيها، نصر، أنتم هقول مسلمين لحضرتك على حاجة. ستسألون عنها أمام الله يوم القيامة. هذه الدنيا دار ممر، دار المستقر أنت محتاج إلى من يدعو لك، وإلى العمل الصالح والولد الصالح والعلم اللي ينتفع به والصدقة الجارية. تفضل يا دكتورة. طب أنا بس هقول لحضرتك حاجة، إحنا طبعًا يعني جزء الأموال اللي إحنا وإحنا عايشين، يعني سواء كان فوائد
البنوك او الشق الخاص بالضرائب او الشق الخاص عن زكاة الاموال وهكذا. احنا طبعا نقدر نشتغل عليه، ولكن الشق الخاص بتغيير القوانين احنا نقدر ان احنا نطالب او نقدم ورقة سياسات بيه، ولكن زي ما بيقولوا كده هو مش بنسبة كبيرة مضمون. ولكن احنا بنشتغل دايما، او انا كأروى يعني ببتدي اشتغل دايما على الشق المتاح في ايدي. فالشق المتاح في ايدي هو زي ما حضرتك قلت، جزء مثلا فوائد البنوك اللي الناس مش عايزاها، جزء يعني ان انا يتبرع بجزء من الضرائب اللي عليه، تمام، لان احنا اوريدي عندنا ده. الشق الاخر زكاة الاموال، زكاة يعني الاراضي والاملاك وهكذا، نقدر نشتغل عليه لان ده متاح على مستوى العالم زي ما حضرتك قلت بسهولة ويسر وما فيش اي مشكلة فيه وما ليش ما فيش اشتغلنا قانون عليها يا بيمنع دكتورة؟ ذلك يعني. ليش ما اشتغلنا عليها؟ نعم ليش؟ ليش عشنا على الصدقة والحسنة؟ حضرتك بتقول، ولو انا هقول سمحت لك على حاجة، هقول لك على زين حاجة، انا الشيء واحدة الثاني من إذا ضمن تسمحي لي، بس يعني لما أخونا بنيجي، أخونا بس خليه يفتح لنا الشات عشان نسمع وجهات النظر، ليش سكروه؟ افتحوا الشات يا أخواني، احنا قاعد نتناقش، خلوا الناس تكتب، احنا جايين نتعلم من بعض. طب اتفضل حضرتك، إيه انا مش معايا بس البوست قبل الشات بس فبتعذر. عشان اسمع منك طال عمرك، السؤال ليش احنا مع كل هالمقدرات ما عرفنا نستفيد منها كما يجب؟ خليني اقول لحضرتك على حاجتين. اول حاجة ان احنا يعني مش كل الجمعيات زي ما حضرتك قلت عندها كفاءات تقدر ان هي تصيغ مشروعات نقدمها تكون مشروعات مثلا وقفية او تكون مشروعات تنموية تستهدف جمع التبرع او تستهدف عملية جذب التمويل، سواء كان من افراد متبرعين او من شركات بتطلع جزء من ضرائبها للعمل الخيري او ايا ما كانت مصدر ايه. النقطة الثانية هو كل مجتمع مدني، يعني كل مجتمع مدني داخل دولته ليه قوانينه. فوارد جدا انا ما كنتش عارفة قوانين اللي بتحكم المجتمع المدني او القطاع الغير ربحي داخل دولة الكويت مثلا، ما اعرفش القوانين اللي بتحكم المجتمع المدني داخل سوريا داخل اليمن. يمكن احنا في بعض دول متقاربة من سياساتها في إدارة وإنشاء المجتمع المدني، ولكن بعض الدول الأخرى لأ. فبالتالي أنا ما عنديش اللي يخليني، أو بمعنى أصح وارد جدا أنا بكلمك بلسان المجتمع المدني مش بكلمك بلسان أروى، وارد جدا إن أنا كمجتمع مدني في وقت من الأوقات أحس إن في صعوبة إني أنا مثلا أعمل مشروع وقفي مشترك ما بين أكتر من دولة، ما بيني مثلا مجتمع مدني في مصر ومجتمع مدني في اليمن، مجتمع مدني بالكويت. ممكن أحس إن في صعوبة طالما أنا مش على دراية كاملة بكل يعني القوانين الخاصة بالمجتمع المدني وإدارة المجتمع المدني داخل الدول الأخرى، الدول العربية الأخرى. وده يدينا برضو يعني زي ما بيقولوا كده هنت، أو يدينا ملاحظة إن إحنا لازم نطلع على، لو إحنا عايزين نعمل يعني مشروع وقفي موحد لازم نطلع على كل سياسات وقوانين المجتمع المدني والقطاع الغير ربحي داخل كافة الدول اللي المفترض تشارك يعني. شكرا دكتورة، كثر الله خيرك. إذا أخواني عندهم يعني أسئلة أخرى يتفضلون، وسامحوني على الإطالة، جزاكم الله خير. حياكم الله دكتور ناصر، الله يجزيك الخير دكتورة أروى. طبعا أخوي اللي بيحب يسأل أي سؤال فيتفضل قبل أن ننهي المحاضرة. طبعا محاضرتنا القادمة إن شاء الله تعالى راح تكون يوم الغد بنفس التوقيت الساعة 9 بتوقيت مكة المكرمة، مع المحاضرة الأخيرة من مادة إدارة المشروعات. إن شاء الله. دكتورة آخر مداخلة بتحب تتكلم فيها قبل أن ننهي؟ يعني أنا بشكركم طبعا، وعارفة إن إحنا يعني مثقلين على السادة المشاركين، ولكن يعني إحنا هدفنا الإفادة والاستفادة بشكل كامل،
يا رب إن شاء الله تكون يعني إفادة لحضراتكم بشكل كامل، وإحنا بنقدمها من شبكة الرواد يعني بشكل تطوعي كامل، وبإذن الله تكون ليكم يعني أول خطوة تحققوا بيها يعني هدف، أو تساعدكم في تحقيق هدف أفضل في عملكم أو في مجال عملكم. شكرا لحضراتكم، شكرا للسادة القائمين على شبكة الرواد، شكرا ليك أستاذ حمدو، وشكرا طبعا للدكتور ناصر على فكرته، وإن شاء الله ألقاكم غدا بإذن الله. حياكم الله دكتورة أروى. طبعا في الختام لا يسعنا إلا أن نشكر الدكتورة أروى على هذه المحاضرة القيمة، كما نشكر وجودكم معنا وحسن إصغائكم، كما نشكر الدكتور ناصر المصري على مداخلته الجميلة. طبعا نذكر لقاؤنا غدا إن شاء الله تعالى سيكون بنفس التوقيت الساعة 9 بتوقيت مكة المكرمة، طبعا هي راح تكون المحاضرة الأخيرة من مادة إدارة مشروعات. دمتم برعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.